السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبتي؟ كل عام وأنتم بخير، عام سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. اليوم لدينا درس جديد من دروس القراءة الحمامة المطوقة. الأهداف أن يقرأ الطالب النص قراءة صحيحة، أن يجيب عن الأسئلة المطروحة. انظر عزيزي الطالب، ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أحسنتم، إنها حمامة. ماذا يوجد على رقبة هذا الحمامة؟ رائع، إنه طوق. هيا لنستمع للقصة ونرى ما قصة هذا الطوق وما قصة هذه الحمامة. الحمامة المطوقة. ألقى صياد شبكته على الأرض ونثر عليها حبوب القمح ووقف بعيدا يترقب. رأت الحمامة المطوقة الحبوب فقالت لرفيقاتها في السرب: دعونا نهبط إلى تلك الأرض، يوجد فيها طعام وفير. هبط السرب فعلق في شبكة الصياد. قالت الحمامة المطوقة: علينا أن نطير معا قبل أن يصل الصياد، أعرف صديقا يمكنه مساعدتنا. ما معنى كلمة ألقى؟ رائع، رمى. ألقى الصياد أي رمى الصياد شبكته. ما معنى كلمة نثر؟ رائع، نثر أي ألقى أو رمى أو وضع عليها الحبوب القمح. السرب هو مجموعة من الحمامات تطير معا. نهبط أي ننزل. وفير أي كثير، طعام وفير أي طعام كثير. لنتابع قراءة القصة. تعجب الصياد عندما رأى الحمامات تطير مع الشبكة. هبط السرب قرب جحر، فنادت المطوقة الجرذة: يا صديقي الجرذ، أنا الحمامة المطوقة وقد علقت في شبكة صيد. خرج الجرذ من جحره وأخذ يقرض الشبكة بأسنانه الحادة. قالت الحمامة المطوقة: لا تبدأ من جهتي يا صديقي، فأنا أخاف أن تتعب بعد أن تطلق سراحي، وتبقى رفيقاتي في الشبكة. قرض الجرذ الشبكة وأطلق سراح الحمامات جميعها. طار السرب بعد أن شكر الجرذ على مساعدته. إذن جحر أي مخبأ أو بيت الجرذ، الجرذ هو الفأر الكبير. هنا الحمامة المطوقة أي على رقبتها طوق. قالت لصديقها الجرذ: لا تبدأ من جهتي، لأنها لماذا؟ أحسنتم، لأنها تخاف أن يتعب بعد أن يطلق سراحها وتبقى رفيقاتها في الشبكة. وهذا ما يسمى بالإيثار، أي فضلت رفيقاتها على نفسها. أين ألقى الصياد شبكته؟ أحسنتم، على الأرض ونثر عليها القمح. لماذا جلس الصياد بعيدا؟ فكروا معي. أحسنتم، يترقب الحمامات. ماذا حدث لسرب الحمامات؟ وقعت في شباك الصياد. ما الحل الذي اقترحته الحمامة المطوقة للهروب من الصياد؟ رائع، إجابة صحيحة، أن يطيرا معا. كيف ساعد الجرذ سرب الحمامات؟ أحسنتم، قرض الشبكة بأسنانه الحادة. والآن لنقرأ ونضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. معنى كلمتي ألقى في جملتي
ألقى الصياد شبكته. ألقى رمى أم صنع أم جمع؟ أحسنتم، الرمز ألف، رمى. المقصود بكلمة علقت. علقت الحمامات في الشبكة. وقفت، حبست، طارت. إجابة صحيحة، حبست. معنى كلمة رفيقاتي في جملة: وتبقى رفيقاتي في الشبكة. جاراتي، بناتي، صديقاتي. ممتاز، صديقاتي. معنى كلمة قرض في جملة: قرض الجرذ الشبكة. قطع بأسنانه، قطع بيده، قطع بقدميه. أحسنتم، قطع بأسنانه. المقصود بكلمة أطلق في جملة: أطلق سراح الحمامات. حرر، ساعد، أطعم. ممتاز، حرر. إجابات صحيحة. شكرا لكم أحبتي، لا ننسى التدرب على القراءة ونقل الإجابة على الكتاب. شكرا لكم ولحسن استماعكم، إلى اللقاء.